قصت الطبيعة على بقاع عدة حول العالم، حرائق لا تبقي ولا تذر، وأعاصير التهمت الأخضر واليابس، مروراً بانزلاقات التربة وصولاً إلى موجات الجفاف وغيرها من الظواهر الطبيعية التي باتت تؤرق الحكومات. مشاهد قد يعيشها كوكبنا العام الجاري، سيناريو قاتم يرسمه علماء البيئة، إذ استبعد خبراء أن تكون سنة 2023 أفضل حالاً. في بريطانيا مثلاً تتوقع هيئات الأرصاد الرسمية أن الحدود المتوسطة للحرارة في عام 2023 ستكون أعلى بنحو 1.2 درجة مئوية، وذكرت الأرصاد البريطانية أن العام الحالي سيكون العاشر على التوالي الذي يصل فيه متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة على الأقل فوق ما كان عليه في أوقات ما قبل الثورة الصناعية. وثمة توقعات بأن يودي التغير المناخي في العالم بحياة الآلاف، وأن تصل الخسائر المناخية في 2023 إلى تريليون دولار إذا لم تتخذ خطوات جادة لوقف هذا التهديد. التغير المناخي يؤجج أيضاً أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة، مما دفع الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى إطلاق تحذيرات من كارثة غذائية في 2023. ومن أجل الخروج من نفق التغير المناخي المظلم، حدد البنك الدولي 6 عوامل يجب التمسك بها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية، وتتمثل أساساً في ضرورة تسعير الكربون وإنهاء دعم الوقود الأحفوري وبناء المدن المرنة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، فضلاً عن زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، وأيضاً تطبيق ممارسات الزراعة التي تراعي المناخ والتوسع في الغابات، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات المناخية الرسمية.